ثم ضال الصحيح. حسن يا سامي، توجه الى المركبة الستة. الكمبيوتر يتحكم فينا ويسير بنا على هواه. سأقوم انا بالقيادة. لأول مرة تبدو السعادة على كريم منذ أن تركنا الأرض. كانت حالته سيئة لأنه ترك كلبه هناك، ولكن الكمبيوتر عوضه عنه. فعلا إنه يعلم كيف يبرمجه بسرعة. إذا كنت برمجتك جيدا قل أهلا يا كمبيوتر. الكمبيوتر نجح. أنا الذي وضعت له البرنامج. أنا كولومبوس. أهلا كولومبوس. هذا اسمي الآن، ساعدني في عزف الموسيقى يا كوكي. أنا كوكي. نعم هذا اسمك الذي تركته على الأرض، دوريمي. هيا يا كوكي لنكمل السلم الموسيقي. دوريمي. أخيرا اتخذ كريم لنفسه صديقا. كنت أتمنى البقاء لكني سأعود للعمل، هناك شحنة هامة قادمة. حسنا. تسلموا هذه الصناديق واقطعوا السلك عن الوحدة الثانية. افتحوا مفتاح مولد الكهرباء إلى أن يعود الخط مرة أخرى. أغلقوا الوحدة ثلاثة. هل ستقومون بتشغيل الوحدة الثلاثة؟ يبدو وكأن هذا الكمبيوتر حزين. هل يعرف أنه سيتم استبداله بآخر؟ إنه مجرد آلة ولا يشعر بأي إحساس من هذا النوع. هيا بنا. حطموا الذاكرة أطراف ثلاثة. 17. الذي يحدث؟ ذاكرتي تدمر، عقلي يضيع، ماذا تفعلون؟ يقطع الطيار عن العقل الآن. ما زال الكمبيوتر يعمل ولكني قطعت الطيار. الكمبيوتر ما زال يعمل بالرغم من قطع الطيار، فإنه يعمل بكامل طاقته. مستحيل. هل من المعقول أن يكون المفتاح رقم 7 يختزل بعض الطاقة؟ ها؟ ماذا هناك؟ عارف الطاقة المائية. انظر. ما هذا؟ حدث خطأ في شيء ما، فأذهب لأعرف السبب. ما الذي يدور حولنا؟ أتمنى أن أعرف. تقارير القواعد الفضائية تفيد بأن جميع الأجهزة تعمل بكفاءة. وما الذي جعل كل شيء يتوقف في وقت واحد؟ لا أحد يعرف. عليك أن تبحث عن الإجابة قبل أن ينتشر الرعب في كل المنطقة. اتصل بمركبة الإنقاذ رقم 6 بينما أنتهي من فحص أجهزة الوقاية. حمدا لله لم يحدث عطل في أجهزة المحافظة على الحياة. هذا ما يبدو، ولكن علينا أن لا نفوت الفرصة. فليذهب الجميع إلى مخبأ الطوارئ حتى يتم تركيب العقل الجديد. جميع من في القاعدة القمرية عليهم التوجه إلى مخبأ الطوارئ. نحن نصلح بعض الأعطال الصغيرة، فلا داعي للانزعاج، وتوجهوا إلى المخبأ. كوكي، لماذا لا نتم لعبتنا التي بدأناها؟ ماذا حدث للكمبيوتر؟ إنه يخرج إشارات غريبة. إنه لا يسير على الطريقة التي برمجته بها. أجب فريق الإنقاذ، المركبة 6 هنا مستعمرة أوميجا. يوجد خلل في الإشارات ولا نتمكن من الاتصال. حاول مرة أخرى. أنا الكمبيوتر الرئيسي، أنا الآن أتحكم في كل شيء، أنا هنا القائد. الكمبيوتر الرئيسي على الخط. أعيدوا إلي برنامجي، إنه حياتي وعمري. لابد أن نستخدم أسلحة الليزر ونعطلها حتى تصلنا المساعدة. مستعمرة أوميجا، هنا مركبة الإنقاذ 6، أراك على 1510، هل تراني؟ هنا المركبة 6، أجيبي قاعدة أوميجا. شيء غريب، لماذا لم يجيبوا؟ ماذا؟ ما الذي يحدث هنا ولماذا لا يجيبك أحد؟ كنت أظن أنني أستقبل إشارة من أوميجا، ولكن ما استقبلته تشوشات إلكترونية. إنه عطل حدث أثناء تركيب العقل الإلكتروني الجديد. أجيبي مستعمرة أوميجا، هنا قاعدة نسور الرعد 6. هنا مستعمرة أوميجا تنادي على القاعدة الفضائية نسور الرعد. لدينا مشكلة في تركيب العقل الإلكتروني الجديد. لقد وضعنا العقل القديم رقم 7 على الخط. الكمبيوتر القديم؟ لقد كانوا متسرعين في تركيب العقل الجديد. أوميجا، أتحتاجون لشيء؟ لا شيء. ها؟
هل كل الأجهزة تعمل بكفاءة؟ أجل بفضل العقل الإلكتروني القديم، لأن العقل الجديد ليس على مستوى كفاءتي. إني ألتقط شيئا. مستعمرة أوميجا الفضائية سيكون لديها اكتفاء ذاتي. علم أوميجا، لقد سجلنا المكالمة وحظ سعيد. هيا رجال. من الضروري تغيير هذا الكمبيوتر. إنك في مناقاة، إنك غير منطقي، أنا غير مقتنع. سأحطمك أيها الكمبيوتر. لن تستطيع. ها أبي، ماذا حدث؟ لا شيء، أنا بخير يا كريم. إني قلقة، ماذا يحدث؟ أيتها الوحدات البشرية، لقد كنت أعمل من أجل رفاهيتكم ولكنكم ناكرين للجميع. لن يسيطر علينا عقل الإلكتروني. أنا جهاز من طراز ممتاز وذو تحكم عال، وأنا أسيطر على مستعمرة الفضاء الآن. هنا قاعدة نصور الرعب، المركبة 2 مستعدة، تمت عملية التمهيد للطيران. لا تقلق يا زميلي، سوف نعرف الحقيقة. لم أعد أحتمل. إنك تربكني، ستجد أنها حشرة صغيرة دخلت في العقل الإلكتروني الجديد وأحدثت هذا الارتباك. مهما كان السبب فلا بد أن نعرفه. أوميجا، أوميجا، هنا نصر الرعد رقم 2. أراهن على أنهم لن يردوا على ندائك، سنصل إلى هناك في خلال عدة دقائق وستكون أمامك الفرصة لسؤالهم شخصيا. حسنا. ها؟ أرى مركبة، سأرسل لهم إشارة. يبدو أن كل شيء هادئ، سأقوم بعملية مسح عن قرب. إن جهاز الاستقبال لا يستقبل أي إشارات لاسلكية ولا يوجد أي شيء إطلاقا. هي صاحبي. لا داعي يا زميلي. ها؟ انظر يا سامي. أين؟ هذه الإشارة، الساعة حوالي 2. هناك شخص يحاول إرسال رسالة ضوئية، هل تستطيع قراءتها؟ إنها إشارات مورس، إنه يعطي إشارة طلب المساعدة. المركبة 6، هنا المركبة رقم 2، أتسمعني؟ أجل، لقد قرأت إشارتك بوضوح. التقطنا إشارة من أوميجا لطلب المساعدة، سنتجه لطلب العون من القاعدة. هل المركبة استقبلت إشاراتي؟ أرجو هذا يا بني، انظر إنهم يردون على إشارتك. لقد نجحت يا والدي. كل الأسلحة ضدهم، لن يستطيعوا التحكم في بعد الآن. المركبة 2 عد لتلتحم بالمركبة 1 و3. سيكون الهدف الكمبيوتر القديم، فاستعدوا للرحيل. أمره. هنا المركبة 2، نحن على بعد 50 كيلومترا من الهدف. علم. طائر الرعد 3 تقوم بالدوران، كل الأجهزة تعمل بكفاءة. هنا المركبة 1، سانطلق. المركبة 2، سننطلق إلى المجال المحدد. أقصى سرعة في اتجاه القاعدة أوميجا.
سوف ننطلق إلى الهدف بأقصى سرعة. مركبات الفضاء المتطفلة تتقدم، كل القذائف تستعد للانطلاق، ابحثوا عنها ودمروها. انظر يا والدي، انه فارق الانقاذ قادم الينا، جاءوا بناء على اشارتك. اجر التتبع، لم تجد اي مظهر من مظاهر الحياه، كلها خذائف. كارمن، شغلي كل دروع الحمايه، كل المركبات تكون على افق الاستعداد. ما الذي يحدث؟ يبدو كان هناك حربا بين سفن الفضاء، ولكننا لا نملك مثل هذه الاسلحه دون. هناك الكثير منها، هل ستطيع فريق الانقاذ انقاذنا؟ اتمنى هذا يا بني، انه فرصتنا الوحيده. الطائرات تتجه نحونا، ثبت على الهدف، اطلقوا كل مدافع اشعه الليزر. علم. اطلقوا. سفن الفضاء الدخيلة، عودوا من حيث جئتم والا دمرتكم. هل انت قائد قطاع قاعدة اوميجا الفضائية؟ انا الذي اقوم بالتحكم في هذه القاعدة. ولا هالي، ما احوالهم؟ ان هؤلاء الناس قد خدعوني، لن يكون في مقدورك شيء تقدمه لهم. ايها الكمبيوتر انتظر، ابطل مفعول قذائفك واسمح لنا بالهبوط، وانا واثقة اننا سوف نلبي لك طلباتك، فلا تؤذي الوحدات البشرية. هذا الكمبيوتر عصبي ومزاجي جدا، لقد عادوا ثانية. انهم يهاجمون من الامام ومن الخلف. ما رأيك في لعبة البهلوانات يا سامي؟ اخرج بنا. الساعة العاشرة هجوم. مواجهة كبيرة تسحب تيارا كبيرا، الحرارة شديدة جدا، يجب توليد طاقة أكثر من مكان آخر. ما بك يا شامة؟ لا تقلق، سأكون بخير. أمي كريم ولدي، الكمبيوتر قام بسحب كل الهواء من الجو وأغلق كل الأجهزة. إني أختلف ولا أستطيع التنفس. تماسك وسأذهب للبحث عن مخرج. الحرارة في دروع الإنعكاس تزداد. لن نغادر القاعدة الفضائية قبل أن نطمئن على أن الجميع في أمان. الشهامة الزائدة يمكن أن تسبب لنا المتاعب. الكمبيوتر يبعث لنا إشارة، استقبلت إشارة تقول إن الكمبيوتر الرئيسي سحب كل أسباب الحياة والحالة أصبحت خطيرة. فريق الإنقاذ الدولي ينادي على الكمبيوتر الرئيسي إن سجناءك سوف يموتون إن لم تعد لهم تشغيل سبل الحياة. هؤلاء البشر ليسوا منطقيين لأنهم ليسوا أوفياء. سأدخل إلى الكمبيوتر الرئيسي وأعطل الأسلاك الموصلة له. حسنا، حاول. مركبة واحد تنفصل، يجب أن نقوم بالتغطية. المركبة واحد انطلقت، ها هم حضروا، اطلقوا عليهم. اراهم بوضوح يا برهان، سنحاور هؤلاء الصعاليك. علم، واتمنى لكم التوفيق.
الأرضية كل قذائف شق الطرق هاجموا درع أوميجا. قذائف الليزر تنطلق بأقصى سرعتها. مرسي اهبط بنا بالقرب من الهدف. سنقوم بتدمير الهدف. 300 مترا في تمام الساعة 12. ركزوا النيران. وأنا أيضاً ربما يمكنه أن يساعدنا. أسرع. حاول أن تجعل منه جهاز إرسال وابعث الرسالة عن طريق سفينة الفضاء. سوف أحاول. هيا يا كوفي نحن نلعب الآن. إني بحاجة إليه. توقف يا برهان توقف. أخبرني الآن يا صديقي، هل تدربت على أغنيتي؟ إنه صوت الكمبيوتر القديم. هل تكرهني أنت أيضا؟ لا يا كوفي، كوفي إني أحبك. ما الذي فعلته يا صديقي؟ يبدو أن كوفي مريض. توقفوا كوكي، أنا أحبك، إنك صديقي الوحيد. وحدك صديقي يجب أن تكون سعيدا. إني أحبك يا صديقي ولكني فاعل. يجب أن أجد المفتاح بسرعة. كيف حدث هذا؟ شام الهواء عاد. إنه فريق الإنقاذ. نحن بخير، كلنا بخير، سوف نكون في أحسن حال. الكمبيوتر كان على وشك أن يتمكن، ولكنه في آخر لحظة توقف، ثم عاد كل سبل الحياة، كما لو أنه ضحى بنفسه من أجل سكان المستعمرة. لا أدري لماذا. أنادي على القائد خلدون. أنادي على قيادة فرقة الإنقاذ الجوية. نسور الرعد عائدة إلى قواعدها سالمة.